طمع الطمع. فاكر لما سرقنا الحنفيات بتاع الجامع يا واد؟ ايوه فاكر. ضميرنا انبنا يومين عشان سرقنا الحنفيات بتاعه الجامع. فاكر عملنا ايه عشان ضميرنا ما انبناش؟ سرقنا الكنيسه اللي بعدها وقلنا للمسلمين تصلي ولا مش عايزين يصلوا. هي دي الوحده الوطنيه. ايوه. كلنا بنبص في طبق غيرنا. اهلا 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 بائعة الزبد. اهلا يا اخويا. معاكي بيض يا ام حسن؟ معيش. وحشني بيضك يا ام حسن. كلنا ما بيملاش عينينا اللي معانا. انا عايزه اشوف الغلط، وريني الغلط، انا عايزه اشوف الغلط ده بقى ايه. يا ابني يا ابني، الا ما عملت معايا انا الغلط هتعمله مع امي؟ ده اللي حصل لناصر ومنصور. نكن نكن بردن بردن تلو الاخر حبيب قلبي. همح جايلك يا خليك. أنا المرشي المعفن الحبيب يا باشا. كل ما يشوفني يزقني. هو الحب بالزق؟ أنت إيه؟ أنت عامل فيها الكفيل بتاع المسرحية ولا إيه؟ ناصر افتكر إن منصور معاه فلوس. أحكي لكم رواية تاني بس استحملوني.